السلام عليكم، يعطيكم العافية يا جماعة. أتوقع الصوت واضح، يعني لو أنا صوتي أصلاً طبيعته مرتفع، فأتوقع لو تكلمت من غير مايك إن شاء الله مسموع للجميع، يعني نحاول يكون في حركة. طيب، يعطيكم العافية. بداية أعرفكم على نفسي، أنا المهندس سيف الدين من شركة كتاب للتكنولوجيا. اليوم رايحين نكون إن شاء الله مع بعض بورشة بسيطة عن توظيف اللوح التفاعلي واستخدامه في العملية التعليمية بفاعلية. اتوقع اللي موجودين يعني كلهم من بالمجال التعليمي، فاتوقع الجميع يعني سامعين ايش هو اللوح التفاعلي. ترى شوف يا جماعه، اذا انا حضل احكي ساعه كامله رايحين تملوا مني، وبعد ربع ساعه حتصير ترسموا نجم وتبعتوا بلوتوث وتحكي تليفونات. فيعني خلونا نحاول ايش نسمع منكم حتى انا استفيد، وان شاء الله مع بعض نستفيد جميعا. شركه كتاب، بدايه احنا شركه سعوديه اردنيه مختصين في تصنيع وتطوير ادوات تفاعل الانسان مع الحاسوب. واليوم راح نتكلم عن احد المنتجات، لكن انا ما حتكلم عن منتج شركه كتاب، انا حتكلم عن اللوح التفاعلي واستخدامه بشكل عام وتوظيفه في العمليه التعليميه. فقط هي دقيقه تعريف عن الشركه، واحنا متخصصين في صناعه هذه السبورات وتطويرها. وهذا نموذج السبوره اللي موجوده امامكم، نموذج من هذه السبورات. في الورشة رايحين نتكلم بمختصر بسيط عن اللوح التفاعلي، ايش هو، ايش وظائفه، كيف ممكن استفيد منه. بعدين رايحين ندخل ونتكلم في دراسات وابحاث عن موضوعين اثنين: انتشار اللوح التفاعلي، هل فعلا هذا اللوح انتشر في العالم؟ طيب احنا في الوطن العربي، في المملكة العربية السعودية، وين احنا بالنسبة فيما يتعلق بانتشار اللوح التفاعلي بالنسبة للعالم؟ برضو رايحين نشوف هذا الاشي، وشو النظرة المستقبلية لنشر هذا اللوح. بالإضافة رح نتكلم عن مجموعة من الأبحاث اللي تكلمت عن فوائد اللوح التفاعلي وأثره في العملية التعليمية. رح نطرح مجموعة، حتى ما تكون بس ورشتنا عبارة عن نظريات وكلام، رح نطرح مجموعة من الأمثلة التطبيقية نشوف فيها كيف أنا ممكن أحول ورشة عمل من شيء نظري وبس كلام لشيء فيه حركة وفيه تفاعل. كيف المعلم بالصف ممكن يشرح درسه بطريقة تقليدية، يمسك القلم ويحل، وكيف أنا ممكن باستخدام هذا اللوح والبرامج المرافقة له يخلي ورشة العمل تبعته أو حصته الصفية حصة ممتعة بالنسبة للطالب. توقع الطالب إذا شعر بالمتعة حيستوعب ولا ما حيستوعب؟ ومجرد ما شعر إنه في شيء جاذبه حيركز معك. إذا ركز معك فأنت حصلت على 60% قبل ما أنت تحكي المعلومة، بس اجذب انتباهه 60% من المعلومة اللي بدك توصلها اعتبر إنها وصلت له قبل ما تحكي المعلومة. طيب، اللوح التفاعلي ببساطة هو عبارة عن شاشة عرض زي ما انتم شايفين. الفرق بينها وبين البروجيكشن سكرين او الشاشة اللي كنا نستخدمها مع البروجيكتر العادي، مين بيعرف بس ايش الفرق بين التنتين؟ مين ممكن يحكي لنا ايش الفرق بين الشاشة اللي انا الان مستخدمها اللوح التفاعلي والشاشة اللي كنا نستخدمها زمان، هذه البيضة ونحط بس بروجيكتر عليها؟ تفضل استاذي. مجرد عرض، تمام. تحكم، سبورة ذكية كمان، سهولة استخدام. باختصار هي عبارة عن شاشة عرض، نفس الشاشة لحد هون نفس القديم، شاشة عرض الهدف منها التحكم بالحاسوب والتفاعل مع المادة المعروضة بسهولة وبساطة. مثلا أنا ممكن في الوضع الطبيعي بستخدم سلايدات باوربوينت، كل ما بدي أتنقل السلايد اللي وراه شو بدي أسوي؟ بدي أرجع للكمبيوتر وتنقل على السلايد اللي وراه، او بدي امسك هذا الشغلات الاجهزه كليكر او شيء ذلك واستخدمه ان شاء الله. بينما انا الان نفس الباوربوينت اصلا مثلا في فيتشر هايلايت، فممكن اقول لكم يا جماعه انه اول لوح تفاعلي صنع في العالم مين بيعرف متى؟ برضه ما بتعرفوا، ما هي موجود. طيب هو بعام 1991. لاحظوا انه بمجرد ما انه انا حطيت العلامة على 1991، أتوقع كل اللي كانوا يطلعوا علي طلعوا على إيدي وعلى المكان اللي علمته. لو في 100 كلمة بالشاشة بالسبورة اللي أمامكم أو الصفحة اللي موجودة أمامكم وعلمت على كلمة واحدة، اللي موجودين على أي كلمة حيطلعوا؟ الكلمة الواحدة. هذه وظيفة من وظائف اللوح التفاعلي. إذا حكينا أول سبورة بالعام 1991، خلونا نذكرها لأنه حنيجي على ذكرها. ببساطة أي لوح تفاعلي إحنا بحاجة إلى كمبيوتر وبروجيكتر ولوح تفاعلي. ما بدي أخوض أنا كثير يعني بالتفاصيل، بجوز أغلبكم إن شاء الله يعني وصيتوا المعلومة.
أماكن استخدامه أنا بقول إنها في أي مكان في عملية تعليمية، في محاضر متلقي أو في ورشة عمل أو في قاعة الاجتماعات في المؤتمرات، أي مكان في تبادل المعلومات. وأنا بصراحة أنا نتكلم عن هيك يعني هذا شهر مجمع بصراحة من دراستين من معاهد معتمدة يعني عالميا اللي ممكن تعرفوهم، فيوتشر سورس كونسلتينج هي شركة عاملة هذه الدراسات، وهي إحدى الشركات اللي بتتبع حركة الألواح التفاعلية في العالم لمدة 9 سنوات متتالية. الدراسة هنا بتحكي عن مدى انتشار اللوح التفاعلي، مين بيعرف الدولة الأولى في العالم باستخدام اللوح التفاعلي إيش هي أو أي بلدة؟ بريطانيا. برضو مغششكم أنا شايفين والله كويس أنا والرسم البيانية في بريطانيا يا جماعة 73%، 73% من القاعات الدراسية في المدارس والجامعات مغطاة باللوح التفاعلي، يستخدم فيها اللوح التفاعلي. في أمريكا وهي تعتبر يعني من أوائل دول العالم اللي انتشر فيها اللوح التفاعلي والحكومة يعني دعمته بشكل كامل، يعني نفس السبورة الذكية، نفس الشيء. السبورة الذكية يا جماعة لها عدة مصطلحات، سبورة الذكية، السبورة الإلكترونية، السبورة التفاعلية، السبورة الرقمية. هو المصطلح العلمي لها IWB Interactive Whiteboard، اللوح الأبيض التفاعلي، هذا المصطلح العلمي، ولك يعني سميها اللي أنت بدك إياه. وفي بعض الشركات يعني إحنا كتاب فمسمي سبورتنا سبورة كتاب التفاعلية، في كثير من شركات العالم اللي بتصنع هذه السبورات مع فارق، يعني بتلاقي سبورة مختلفة عن سبورة. إحنا بنتكلم بشكل عام بغض النظر عن الشركة المزودة لللوح. في أمريكا 36% من القاعات الدراسية موجود فيها اللوح التفاعلي، وهذه دراسات يعني حديثة، إحنا بنتكلم عن 2011 و2012. كندا 26%، مع أنه هم أول من صنعوا. هي الأمور أحيانا بدخل فيها قناعة القائمين على العملية التعليمية، ويعني عدة عوامل يعني، والناحية المادية ممكن أكيد بيلعب دور يعني. كندا 26%، الشرق الأوسط إحنا بنقول يعني هو أقل من 5%، تقريبا من 4 إلى 5% في كافة أنحاء العالم على مستوى العالم ككل، نتكلم عن تقريبا 8%، عن 8%. الدراسة حديثة، هذا إحنا نتكلم عن دراسات كليتها 2011-2012، دراسات حديثة. واللي بيحب يعني بعد الورشة ممكن نزودكم يعني بالمصادر تبعت هذه الورشات، هي من معهد فيوتشر سورس كونسلتينج، معهد أمريكي مختص بالدراسات، هو تتبع حركة الألواح التفاعلية زي ما حكيت لمدة 9 سنوات. وإن كان يعني هم بيشيروا بصراحة بعض الشغلات بالدراسات إنه في الشرق الأوسط يعني واجهوا مشاكل عبين ما وصلوا لهذا الرقم، حتى أنا عبين ما طلعت الدراسة هذه كان فيها نوع من المشاكل، لأنه إحنا بجزء عملية الإحصاء عندنا شوي أقل من الأماكن الثانية وتتبع هذه العمليات. أنا اللي بدي أركز عليه بصراحة إحنا في العالم ككل تقريبا 8%، في الشرق الأوسط إحنا بنتكلم عن أقل من 5%، لكن إذا بدنا نتكلم عن المستقبل أنا إحنا يعني أغلب الدراسات توقع، وحتى شركات الانتراكتيف وايت بورد العالمية بتقول لك إحنا الآن توجهنا كلياته للشرق الأوسط، لأنه إحنا النمو اللي قاعد بيصير في الشرق الأوسط وبصراحة بالأخص في دول الخليج نحو السبورة التفاعلية بعملية كبيرة جدا. أضرب لكم مثال على هذا الحكي، وعلى فكرة كل هذا التطور مش من 20 سنة، ومثال ذلك إن واحد الشركات باعت بأول 17 سنة من عمرها، أول 17 سنة 1,000,000 يونت، 1,000,000 سبورة تفاعلية، والثلاث سنوات اللي وراها يعني إحنا بنتكلم عن تقريبا آخر 3 سنوات، بلاش إحنا الدراسة بال 2012 يعني 2009-2011-2011 باعت 1,000,000 الثانية، باعت 1,000,000 الثانية. ونفس هذه الشركة بتتوقع، ومعظم الشركات منها شركة كتاب، 90% من المبيعات أو 70% من 70-80% من المبيعات حتكون في منطقة الشرق الأوسط في سنتين القادمات. وأتوقع يعني كلياتكم يعني شايفين العملية التعليمية هون، وأتوقع من الوزارة الآن مثلا السنة الماضية الآن في بخطة الوزارة بالتجهيزات المدرسية وضع السبورة التفاعلية في كثير مشاريع، مشروع المقررات الآن قاعدين بيغطوه، بلشوا أتوقع بمرحلتين، مشروع الملك عبد الله المدارس اللي تابع له برضو بلشوا يغطوها، في مجموعة من المدارس كبيرة يعني برضو من الحكومة، أنا بتكلم عن المدارس الحكومية نفس الشيء. وأتوقع أن الآن رايح يكون في من أحد بنود الاعتماد المدارس الخاصة بالذات الانترناشونال منها أنه يكون في السبورة التفاعلية، أنا بتكلم عن السعودية،
تكون السبورة تفاعلية في كل صف تفاعلي. أنا يعني حبيت بصراحة بس نظرة أن نلقي على موضوع السبورة التفاعلية مدى انتشارها، وإحنا بالمملكة العربية السعودية وبالشرق الأوسط ككل وين واصلين. تفضل أستاذي. هي شوف من 100% صحيح كلامك 100%، وحتى هم بيستخدموا شيء من اللي بيستخدموا نفس السبورات التفاعليه او بيستخدموا شاشات من نوع اخر يعني تاتش سكرين. كلا الحالتين هو بهمه شغله واحده، انه يجذب انتباه الحاضر، يجذب انتباه الزلم اللي قاعد بيطلع عليه، المشاهد على التلفزيون. انت بتطلع على التلفزيون ما حدا يقدر انت تروح تشارك معه، لكن على الاقل اتبع حركاته هو وين ايش بيسوي على الاقل. وهنا احنا رايحين ننتقل لشق اخر من الدراسات يتكلم على موضوع، طب هل السبوره التفاعليه هذه اثبتت جدارتها ولا لا؟ بصراحه يعني مجرد ما انه بثلاث سنين الاخيره او اللي قبل الاربع سنين الاخيره خلينا نحكي اتضاعف عدد السبورات ب 17 عن 17 سنه كامله، اتوقع هذا كلياته مبني على دراسات يعني. طيب على كل حال نرجع مع بعض. احنا بالمناسبة في شركة كتاب عندنا قسمين للتدريب، انا حكيت لكم انا مسؤول التدريب الدعم الفني في الشركة، احنا عندنا شقين، شق التدريب النسائي وشق التدريب البنين. فاحنا فضلنا حتى تكون العملية يعني فيها نوع من التفاعل، ان تكون الدورة مفصولة ما فيها ربط يعني، لانه الموضوع مش بس كلام صراحة، اذا ما شفنا حكي فاضي ان بس نضل نسمع بعض يعني. طيب كنا نتكلم عن الامور والميزات اللي طلعت فيها مجموعة من الدراسات من استخدام اللوح التفاعلي. اللوح التفاعلي يا جماعة باختصار رح يمكن المعلم من دمج التكنولوجيا، وأنا بركز على كلمة أهم من موضوع التكنولوجيا اللي هي بسهولة، لأنه أنا إذا بدي أجيب للمعلم تكنولوجيا بدي يقعد نص ساعة بالحصة عبين ما يجهز ويبلش يستخدمها مشكلة. إذا أنا بدي أجيب للمعلم أو للمعلمين بشكل عام تكنولوجيا حيكون مثلا 20% فقط من المعلمين حيعرفوا يستخدموها، برضو ما حققت أنا الإشي اللي بدي إياه. فأنا موضوع إنها تكون سهلة شيء كذلك، اتوقع ما في معلم ما بيقدر يحط البروجيكتور ويعرض عليه. انا اعطيته خطوه واحده زياده على العكس حتسهل عليه، بس بدي منه ممارسه واحده انه يستخدم، على العكس حيصير يتفاعل، حيتحكم بالشاشه من غير ما يرجع للكمبيوتر. حتمكن المعلم من الوصول للمعلومات المخزنه بسهوله، حتمكن المعلم من اضافه الملاحظات، الكتابه والرسم لجذب الانتباه، حتمكن المعلم او المستخدم بشكل عام إلى الوصول للمحتوى الإلكتروني بكل سهولة وبساطة، وحنشوف أمثلة تطبيقية على هذا الكلام حتى ما يضل بس حكي. تسهيل عملية دمج المواد الوسائط، بدل ما أنا أجيب خريطة ومش عارف وين بدي أعلقها بالحيط، حنشوف أنه أنا بكبسة زر أستطيع أني أستدعي الخريطة وأشرح عليها وأكبرها وأصغرها وأكتب وأقتطع جزء منها إن شاء الله مع بعض، رايحين نشوف هذا الكلام. الفوائد في النهاية، المزايا اللي وفرتها اللوح السبورة التفاعلية، خرجت أغلب الدراسات بيتشبكوا بالأربع نقاط هذه اللي هي كلياتها بتصف بتحسين جودة التدريس، improve the quality of teaching، إن نحسن عملية التواصل وبالتالي زيادة استيعاب الطلاب، جذب انتباه وتركيز الطلاب. هذه النقطة الأهم بصراحة، جذبت انتباهه معناته استمع لك، معناته المعلومة اللي حتحكيها إن شاء الله أنه رايح يستقبلها، زيادة الوقت المخصص للحصة، التعاون ما بين الطلاب وما بين ايضا المدرسين، لانه انا بحضر درس مثلا الوحده الاولى وابو محمد هيحضر الثانيه واللي وراه، بالتالي حيكون في نوع من التفاعل، ورايحين نشوف مثال ايضا تطبيقي على عمليه تبادل الخبرات ما بين المعلمين اللي سهلتها اللوح العمليه السبوره التفاعليه، زياده استيعاب الطلاب وهذا الهدف الاهم من كل الموضوع. انا بصراحه هنا بدي يعني بدقيقه واحده بس نمشي مع بعض على مقارنه ما بين السبوره التقليديه والسبوره التفاعليه. السبورة العادية حتاخذ منك وقت كثير في الكتابة، وإذا حطينا الكتابة على جنب إذا بدك ترسم رسمة راحت عليك. أستاذ الرياضيات بس كان يرسم لمستوى الديكارتي ويعلم، هاي يعني هو بالوضع الطبيعي ما كان يكمله يعني، وإذا رسمه لازم برسم هالخطين والطلاب تقدر الأرقام، بينما الآن حنشوف إنه بكبسة زر هو حيستدعي المستوى الديكارتي كمثال. الكتاب المدرسي المرجع الوحيد، بينما الآن أنت صار عندك الكتاب، البرمجيات، الإنترنت، مصادر كلياتها متاحة، أي شيء متوفر على الكمبيوتر حيقدر يعرضه بكل سهولة. صعوبة الاحتفاظ بالأمور اللي كتبت، بينما إحنا الآن بنتكلم عن خاصية التسجيل ككتابة مكتوبة كل شيء محفوظ، إنك تبعت إيميل
للطلاب بالدرس اللي انت سويته كبسة زر، انك تسجل المحاضرة تبعتك سكرين ريكوردر او فيديو ريكوردر اذا مركب كاميرا على جهاز الكمبيوتر، وبتستغني عن الكاميرا اللي موجودة وبصوروا فينا الان بجزء خاصية واحدة من البرنامج. رسم وسيلة تعليمية تطلب وقت وجهد كبير جدا، بينما بسبورة التفاعلية انت ما عليك الا تستدعي الرسم اللي انت بدك اياها. تعدد الوسائط التعليمية، انت بدك اذا بدك تشرح الدرس زي ما بيحكوها بطريقة كاملة يسبع الطلاب، لابد انك تستخدم اكثر من وسيلة حتى الطلاب تشوف، تعمل مثل الخرائط وغيرها، بينما الان احنا ممكن تجمع اكثر من ميزة وخاصية فقط في برنامج وسبورة. بالاضافة لموضوع الطباشير والادوات الكثيرة اللي انت رايح تحتاجها. في نهاية المقدمة بصراحة قبل ما ننطلق للأمثلة التطبيقية اللي حنشوفها إن شاء الله مع بعض، هذه دراسة بيضاء حديثة من معهد ميرزانو. هي الدراسة بصراحة كانت بشقين وعلى سنتين كاملات، والدراسة طويلة جدا، ممكن يعني إذا حدا بيطلبها ممكن نزود لكم إياها، لكن في ثلاث أمور أنا يعني أخذتها منها أو بدنا إياها. والأولى بجزء أنا برأيي أهمها، كلما زاد وقت استخدام المعلم للألواح التفاعلية أثناء الشرح زادت ثقته بنفسه وقدراته، مما يزيد من ثقة الطالب بمعلمه. الدراسة بتقول لك اللي طلعوا فيها الجماعة بيقول لك إنه إحنا وجدنا المعلمين قسمين، معلم بيستخدم السبورة التفاعلية ومعلم ما بيستخدم السبورة التفاعلية، معلم بيستخدمها بطريقة مستمرة وفعالة ومعلم بيستخدمها شوي، يعني بيستخدمها حصة من بين 20 حصة. فلما درسوا هذه البيئة وجدوا أنه أنا كل ما المعلم كان ممارس لاستخدام السبورة التفاعلية أكثر، كلما اتمكن من توظيفها في العملية التعليمية بصورة أفضل، وبالتالي الطلاب رايح تكون استيعابهم أكثر، وبالتالي حيكون استخدام الألواح التفاعلية قد زاد من مستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب. تحصيل الأكاديمي للطلاب ما في داعي، ما بدنا إياها الآن. التحصيل الأكاديمي للطلاب يزداد بالزيادة المدة التي يتم فيها استخدام الألواح التفاعلية داخل الغرفة الصفية. في حدا عنده تعليق جماعة على البداية قبل ما ننطلق لمجموعة من الأمثلة التطبيقية؟ تفضل أستاذي. مين سبور؟ ليش مثلا في مناقصات في اشياء اجهزه توريد اجهزه بيكون من ضمن المناقصات هذه تتولى الشركه تدريب المعلمين وايضا تعمل لهم عرض والى اخره. هلا انا يعني اجاوبك بشقين، اول شيء بالنسبه للشركات كلها ما بقدر احكي عنهم، انا بقدر احكي عن شركتنا. احنا شركتنا في عندنا الاستثمار الاكبر في قسم التدريب والدعم الفني، يعني احنا في النهايه احنا ورشة عملنا الان ساعة، بينما احنا بنعطي 4 ساعات ورشة عمل للمعلمين في لكل المدارس اللي احنا يعني اتواصلنا معهم اتعاوننا معهم. وحتى الوزارة الان في اغلب، انا يعني شفت اغلب المناقصات توجه الوزارة انه مركزين جدا على قضية التدريب ومتابعة ما بعد البيع. انا ما بقدر اقول انه كل الشركات تقدر تسوي هذا الاشي، انا بتكلم عن شركتنا. احنا يعني في عنا 11 فريق عمل دعم فني، وفي عنا 8 أفرقة للتدريب دعم الفني بشق التدريب النسائي والبنين، يعني البنين والبنات، في عنا يعني دعم بكلا المدارس. بشكل عام الوزارة برضو يعني متوجهة لهذا الشيء، لكن أنا يعني في النهاية ما بقدر أقول لك إنه أوكي. تفضل أستاذ. هلا التكلفة، أنا ما بشتغل بالتدريب يعني ما لناز هالتكلفة. أنا بقدر أحكي لك إنه إحنا التكلفة يعني هي بلشت بعشرات الآلاف، والآن إحنا نتكلم عن بضع آلاف. حسب يعني هذا كله بس استخدام، خلينا نتكلم السبورة لحالها ممكن تكون أراوند من 5 إلى 10 آلاف حسب يعني هذه بتعتمد. خلونا يعني نخرج من إطار الأسعار بشكل عام. تفضل أستاذ. لا هلا سبورات تفاعلية يعني هي بشكل عام يعني في عندك كل المقاسات، يعني احنا كشركة، احنا شركة ام مصنعة، في كاستم ميد وفي شيء الجنرال. عادة بتكون مثلا هذه 77 انش، في 105 انش، في مقاسات اكبر حسب القاعات اللي انت بتستخدمها. انا ما بدي اخوض كثير بصراحة بالتفاصيل الفنية
السبورات التفاعلية يعني، لكن خلونا بالإطار العام عن فوائدها بشكل عام. تفضل أستاذ. هو علشان هيك كثير من الشركات بلشت تفكر بحلول. الأستاذ طرح نقطة كثير مهمة، بقول لك أنا فت على الحصة والكهرباء مش موجودة، وهذه مشكلة فعلا كان كثير من الناس تواجهها، اللي هي المشاكل التقنية. أي تكنولوجيا أنت بتستخدمها حيكون في لها يعني نوع من السلبيات، عشان هيك في كثير الآن من الشركات بلشت تحل هذه الأمور. مثلا إحنا مثلا السبورة اللي موجودة أمامكم، لو قطعت الكهرباء عندك السبورة ممكن تكتب عليها بالماركر، بالماركر العادي، بالقلم العادي، قابلة للكتاب، تكتب تمحي. طبعا مش كل السبورات، انا بتكلم عن السبورة اللي امامكم، تكتب وبتمحي بكل سهولة، يعني تستخدمها از وايت بورد يعني. بس حتخسر ايش؟ حتخسر الامور اللي كنا نتكلم عنها، اللي هي السبورة التقليدية والسبورة التفاعلية. وهذه شغلات يعني انت عارف كل ما زاد الطلب على المنتج، كل ما تم استخدامه في اماكن اكثر، وكل ما زادت الدراسات والابحاث عليه صار في توجه. الان اغلب الشركات تعرفوا ايش بتسوي، كيف تطور منتجها. احنا في شركة كتاب، كيف اطور منتجي؟ انا سيف زلمه فني تقني، يعني بعرف انه هذه السبوره بتشتغل هيك وكذا وبورجيكم، بس بورجيك، لكن في النهايه المعلم ترى اشطر مني في استخدامها. هو اللي حيحكي لي عدل البرنامج عندك، بدل هذه الشغله حط لنا الشغله هاي، بدل ما تكون القلم عادي بدنا قلم فيه الخط العربي. هذه طلب من معلم انضافت عندنا في البرنامج. فاحنا في النهايه بنرجع للاند يوزر، واغلب الشركات هيك بتسوي، لكن انا بتكلم عن شركتنا. كل التطوير بتم من الفيدباك اللي بيجي في النهايه من المستخدم. انا زلمه تقني، الناس اللي بتعمل البرنامج عندنا بالاردن اللي حنتكلم عنه الان هم شباب اي تي، بيبرمجوا البرنامج، بيشتغلوا على الدوت نت، شيء انا ما بعرفوش او ما بنشتغل عليه او المعلم ما بيعرفه اصلا. ففي النهايه هو عمره بجوز اللي قاعد بيسوي البرنامج عمره ما نزل على الميدان ولا اعطى حصه، بينما المعلم اذا انا ما اخذت منه الفيدباك تبعه ورجعته لهذول الجماعه يسووها ما حيكون في عندي برنامج فاعل. فهذا شيء ضروري واكيد. احنا سوينا لك شيء اسهل من هيك. احنا عندنا سبوره ما بدها لا شحن ولا شيء، بعدين هون عندك سلك واحد بس، في عندنا سبوره اخرى فيها براءه اختراع، ما فيها ولا سبوره ولا قطعه الكترونيه. يعني انا ما بدي يعني معلش خلونا نركز على موضوع السبوره التفاعليه، ما بدي الورشه تكون عن المزايا الفنيه يعني. تفضل سلك. تقدر تعتبرها طبعا، لانه الان انا كل شيء كتبته هل بقدر اخزنه على الكمبيوتر؟ اكيد، معناته وحده ادخال اكيد 100%. كلامك 100%. تفضل استاذ. من سبوره لسبوره بتختلف، لكن انا زي ما بحكي لك برجع الدراسه، اول شيء قالته بهذه الدراسه، كل ما المعلم كان ممارس في استخدام السبوره التفاعليه كل ما السلبيات قلت وكل ما الايجابيات زادت. انا من يعني من خبرتي في تدريب المعلمين وكذا، احنا المعلمين عندنا المعلم اللي بتحس فعلا الطلاب بيحسوا بيحبوا انه بالحصه تبعتهم تفعل السبوره التفاعليه، المعلم اللي متمكن من استخدامها، المعلم اللي ما بيفوت على الحصه وبصير يدور وين السلك، هذا شيء اكيد. فانت كل ما مارست زياده كل ما كان افضل، لانه 90% ترى من المشاكل هي مشاكل حلها سوي واحد سوي اثنين حلت المشكله، إنها عطل كامل مش سهل مش بالسهولة يعني. حسب نوع السبورة، هذه نوع تاني، إحنا السبورة هذه لو حفرتها بالريل بتضل شغالة، القطع الإلكترونية كلها محمية داخل الإطار. برجع بحكي لك الفيدباك بيطور المنتج، الفيدباك بيطور المنتج. طيب يا جماعة أنا معلش اسمحوا لنا يعني ننتقل للجزء الآخر اللي هي بعض الأمثلة التطبيقية، والأمثلة التطبيقية بصراحة رايحين نطرحها يعني بشقين. احنا اخذنا مثال على الباوربوينت، كيف انا ممكن اعلم، كيف انا ممكن اتفاعل معه بطريقة فعالة. الامر الاخر خلونا نشوف بعض مجموعة من الويب سايت او الفلاشات وشغلة. انا اخترت انها تكون على الانترنت، لكن في المقابل انت بتقدر تنزلها وتشتغل عليها اثناء الحصة، وحنشوف درس معد بطريقة كاملة على برنامج كتاب استوديو. مثلا بعض الامثله، نضرب بعض الامثله البسيطه كيف انا ممكن اخلي حصتي حصه فيها نوع من التفاعل مع الطالب بدل ما هي فقط حصه جامده. هذا موقع مجاني على فكره، كل الدروس اللي موجوده فيه مجانيه، موقع اتوقع موقع البي بي سي سكول. طبعا
طبعا هذا درس من اتوقع بجزء الاف الدروس، وعندك من جريد 1 ل 12 يعني لحديد الصف الثاني ثانوي ممكن تدخل عليه. هذا موجود باللغة الإنجليزية، أنا حبلش بعدين حطرح لك مثال ضخم جدا باللغة العربية وفي كل اللي بدك إياه، وحتى أنت حتستطيع تشارك وتطرح فيه، بس أنا تبلش هذا يعني كمقتطف بسيط، هذاك حدخله جوا الدرس. مثلا لهيومن، أنا ممكن يجي المعلم يشرح عن جسم الإنسان، ترى هاي يا جماعة إيد وهاي كذا وهاي كذا، وممكن بعد هيك بعد ما ينتهي درسه نعمل كويز بسيط للطلاب، مثلا ممكن أخلي الطلاب يطلعوا، هذا فلاش مصمم يطلع الطالب يحل بإيده بدل ما يا جماعة اكتبوا عندكم أو حلوا عندكم، لا مثلا هاند، لاحظ أنا لو جبتها على الإيد حيطلع له صوت إنه هذه إجابة صحيحة، لو إنه طلع طالب وأخطأ مثلا ما حيقبلها. هذا كمثال، ممكن بعد هيك ممكن يكون في كويز أسئلة وأجوبة، كلياتها هذا إشي جاهز يعني حتى أنت ممكن تستخدمه في درسك جاهز، وأنا ضربت هذا مثال بينما فيه لكل المواد. لا هذا فري ويب سايت، انا قاعد بضرب لك مثال كامل مجاني. انا حنتكلم بعد هيك على درس ببرنامج كتاب استوديو، البرنامج الخاص فيه طبعا كل شيء، هلا رايحين نشوف بس حلمك عليه شوي. هذا مثال من الامثله، مثلا مثال اخر عن عواصم المدن، بدل ما انا اصير القن الطلاب طبعا. هلا احنا يا جماعه انا بس عشان نكون مع بعض واضحين، السبوره بيجي معها برنامج اسمه كتاب استوديو، او الشركات الاخرى الى برامج اخرى. احنا اليوم حناخذ درس محضر بالكامل على برنامج كتاب استوديو وحنشوف الفيتشر تبعته، لكن انا بضرب لك امثله، هذه امثله تطبيقيه مجانيه بتقدر انت تستخدمها في درسك حتى لو بغض النظر عن نوع السبوره اللي موجوده عندك. هذا فري ويب سايت، بس فوت ادخل اكتب ميديا او كذا، ممكن اذا بتحبوا نزودكم فيها برضه ما عندنا مشكله. مثال، بدل ما انا اعلم الطلاب يلا يا جماعه عواصم المدن، لبنان عاصمتها بيروت، المملكه العربيه السعوديه عاصمتها الرياض، كذا عاصمته كذا، كذا عاصمته كذا، ويطلع الطالب يروح يصير يبصم بالدار، لا انا بدل ما يبصم الطالب بالدار خليني اعطيه هذا الويب سايت، قول له فوت، ما في بيت الان في المملكه العربيه السعوديه ما في كمبيوتر على الاقل، يعني هلا الطلاب صار معهم الايباد والتابلت والكذا، وهذا ان شاء الله حيكون منتجنا الجديد. هذه لعبة عن العواصم، حخلي الطالب شوف كيف انت حتحكي للطالب العب، learning by fun يعني خليه يستمتع، بس بدل ما يلعب طخ وكذا خليه يلعب لعبة مفيدة شوي. هذه عن العواصم، حيقدر الطالب مباشرة على الشاشة او على الكمبيوتر عنده انه يلعب. هذه لعبة مستويات، وحيحاول الطالب انه يقرأ العاصمة ولازم يوصل للمدينة تبعتها. مين يحللنا الأولى؟ مدريد. طب لو الإجابة خطأ؟ لا هذه صح بصراحة، طلعت إجابة خطأ حيوقع في المية الضبة، ومعه لازم يلحق قبل ما توصل المدن لتحت. هذا مثال، أنا يعني بضرب هذه الأمثلة يا جماعة مش للحصر، يعني على سبيل المثال وليس الحصر. بصراحة أنا بدي أنتهي بالأمثلة التطبيقية عند هذا الويب سايت. هذا ويب سايت برضو ويب سايت مجاني معمول من مكتب التربية العربي لدول الخليج. هذا مكتب مشكل من وزارات التربية والتعليم في دول الخليج، وعاملين الواحة الإلكترونية. الواحة الإلكترونية أنت بتقدر تفوت كطالب، مثلا لو أنا طالب بالصف الخامس حقدر أفوت بالأكاونت تبعي وحدخل على الدروس تبعت الصف الخامس فقط، حشوف الدروس بقدر اتصفح، حيلاقي فلاشات، حيلاقي فيديو، حيلاقي شغلات كثير. هلا حنشوف مثال، او كمعلم او كولي امر، المعلم حيقدر يفوت، اذا انا معلم حاسوب حقدر افوت على كل المحتوى تبع ماده الحاسوب، اذا ولي امر الطالب حيقدر يتابع اولاده وطلابه في الموقع. حتى بتيح ان نعمل اونلاين سيشن، مثلا ممكن الطالب مع او المعلم مع الطلاب يتفقوا مثلا الساعه المسويات، كل واحد يفوت على جهازه ونفوت نتناقش بمسألة معينة. أتوقع الطالب حيحبها، صدق لو قلت له تعال على المدرسة الساعة 8 بيجي؟ ما بيجي، وإذا بده يجي حيجيبه شغلة واحدة العلامة، غير هيك ما حيجي، أو بده يجي يتسلى. بينما لو أقول له أنت في البيت امسك الآيباد تبعك ولا الكمبيوتر تبعك وخلنا ندردش مع بعض، بس ندردش بشيء مفيد، إن شاء الله أتوقع رايح يتقبلها. خلينا نشوف مجموعة من الأمثلة هون، يعني جزء إحنا بلش يدركنا الوقت.
هذا مثلا مثال للصف الخامس عن الحيوانات الفقارية واللا فقارية بتفصيل كامل، المسميات، الديدان، الحشرات، تقدر انت تفوت على اي مرحلة انت بدك اياها. هذه بدي احكي للطالب، اتوقع هذا درس بالصف الرابع او الخامس، نعلم الطالب الفقاريات واللا فقاريات. بتقدر تلقنه، تقدر تكتب على السبورة ترى هاي هيك وهاي هيك، والطالب بجوز على كتابه في صور وحلوة كثير الصور، لكن غير لما تقول له تعال نطلع الطلاب واحد واحد، تعالوا نجرب وين الفقاريات. هذا صح. طيب هذا فقاريات لا بالكم، نجرب ما بزبط معه. خلنا نشجع الطالب انه يطلع. الهدف من استخدامي للسبورة التفاعلية اني اخلق روح المشاركة عند الطالب. إذا الطالب شارك ترى فهم، لأنه إحنا بنعرف المثل الصيني إيش بيقول، مين يسبقني فيه. Tell me I will forget، أخبرني سوف أنسى. يعني تعال على الدرس احكي لي نص ساعة والله غير تنسى، أنا رايح أنسى قبل ما تحكي لي، لا تحكي لي. بينما أريني show me بجوز أتذكر، ربما maybe رايح يتذكر شغلات من اللي انت اذا ورجيته فيديو وكذا بس يحضر ويتطلع. لا رايح يسوي. طب انفولدني، اشركني، خليني اطلع احل، اي بده يتذكرها غصبا عنه. مستحيل طالب طلع حل مثلا مسك الدجاجه وحطها باللا فقاريات طلعت معه غلط، هذه المعلومه رسخت هون ما حينساها لانه ايش شارك وطلع. في الهدف من استخدامي للسبوره التفاعليه اني أشجع الطلاب. وصراحة السبورة التفاعلية كهاردوير يعني كأجزاء صلبة هي ولا شيء من غير استخدامك للمحتوى المحوسب ومن غير استخدامك للبرامج المرفقة إلها. آخر جزء من دورتنا، أنا بصراحة أنا أشوف ورجينا أمثلة تطبيقية، أنا ما حبيت أخصص في البداية عن برنامج معين، تكلمت عن ويب سايت، عن فلاش تفاعلي ممكن أنت تشجع الطالب. أو ترى أنا بتكلم طالب بجوز معلم، لكن نفس الشيء ترى في الجامعة. إحنا في الجامعة ترى بعد 15 دقيقة شو كنا نعمل؟ نبعث بلوتوث ونحكي ورسائل ومسجات، لأن الطالب عملية البرزنتيشن كلياتها بنستخدم الباوربوينت. الطالب يا جماعة باستخدامنا لسلايدات الباوربوينت بعد 7 دقائق رايح يبلش يقل تركيزه، بعد 7 بس، 7 دقائق. المحاضرة في الجامعة كم مدتها؟ ساعة. بعد 15 دقيقة السبعة الأولى الطالب مركز ماشي حاله معك، بعد 7 ببلش ينزل، بعد 15 بتبلش النجام والبلوتوث والشغلات والخرابيش والرسائل والشغلات اللي مش عارف انا ايش هي. وهذا طبيعي، احنا في النهايه دائما ايش بنلوم؟ بنلوم الطالب. لا هو هذه شيء علمي، يعني انا ضلك بس يحكي معي صعب. يعني انا كان بدي بصراحه تكون ورش العمل يعني في معنى مجال ان يكون فيها حركه وكذا، بس الوقت بصراحه شوي يعني في ضيق. طيب الان حنتكلم عن درس، هذا الدرس محضر في برنامج اسمه كتاب استوديو، هو برنامج من تصنيع شركه كتاب للتكنولوجيا. بيجي احنا هذا البرنامج مرفق مع السبوره التفاعليه، والهدف منه انه يعطي للمعلم الادوات اللي تخليه يعطي درس بطريقة تفاعلية كاملة. هذا برنامج ممكن الباوربوينت برنامج رائع وممتاز وأنا بنصح باستخدامه، لكن في النهاية هو مش برنامج معد للاستخدام على السبورة التفاعلية. احنا بنتكلم الآن عن برنامج معد بالكامل عن على سبورة تفاعلية. أنا ما حشرح الميزات كلها، يعني حنطلع على شيء بسيط كيف ممكن أنا أسوي للطالب بدل ما أنا فقط ألقنه. لاحظ أنا جايب صفحة وفي بداية العنوان قبل ما أدول ترى يا جماعة درسنا اليوم عن مش عارف إيش، تعالوا نخمن مع بعض شو درس اليوم. شو رأيكم عن إيش رايح يكون الدرس؟ جهاز الهضمي، كلكم عرفتوا يا جماعة. في فرق يعني، يا بعمل له هيك يا بعمل له، مجرد ما عملت له أنا الحركة هاي سبوتلايت هو لحاله يلا خليني أستعد الآن المعلم شو بده يسوي، في كم من حركة حلوات حيعملهم. هو لسه مش هامه المعلومة، هو بتطلع على الحركة على الإشي على اللعب على إشي زي هيك، هو لسه هو جاي يعني غصبا عنه جاي على المدرسة. أنت الآن بشطارتك بدك توصل له المعلومة برضو إيش غصبا عنه، بس بطريقة ممتعة ومشوقة. حنتعلم بهذا الدرس 1 2 3 برضو مع صورة، حنحكي للطلاب
حننتقل بعد هيك برضو، ما بدنا الدرس يكون بس عبارة عن صور وكلام. ما هو الجهاز الهضمي؟ هذا تعريف. ممكن نطلع أحد الطلاب يجرب الآن. ركب معي، وأنا هذه لعبة بسيطة عاملينها بأدوات بسيطة، حاطين الصورة، حنحكي للطلاب إيش هذا الجزء، حيجي هو يبين معنا. ممكن أنا أستخدم مثلا ممحى ونمحي هذه معلش الفم مثلا، الكبد، مرارة، كنوع برضو من التشويق للطلاب. ممكن بعد هيك نورجيهم يعني نمشي مع بعض. هذا فلاش، احنا دارجين فلاش لعبة للطلاب. ممكن اقول للطلاب اطلع خلنا نركب مع بعض الجهاز الهضمي. ما هو مش لازم انا اجي اقول له ترى الجهاز الهضمي يتكون من 1 2 3 4، هو بيسمع منك بعدين بيزهق، بس تعال نشوف من ايش الاجزاء. طيب هذا ايش يا جماعة؟ الكبد. وين محيته انا؟ هذا الكبد، وين موقعه الكبد مثلا كمثال؟ وفي شغلة بتدلنا، مجرد ما تحط الماوس على بجيب لك الجزء بحيث الطالب برضو يضل مشارك معك ويطلع الطلاب يركبوا. كل ما طالب يمسك جزء نحكي له ايش هذا الجزء، ايش اسمه، طب شو بيسوي هذا الجزء، شاركته ولا ما شاركته؟ والله شاركته، بده يتعلم الطالب. وهذا مثال من أمثلة كثير. تعريف عملية الهضم، خلنا هون نستخدم فيديو بكبره بالحجم اللي أنا بدي إياه، بدل ما أجيب تلفزيون وأجيب كذا، لا أنا هاي عندي الحجم وبكبره، ومنشغل الفيديو للطلاب، منعلي الصوت، نحط الصوت، متى ما بدك بتقدم. هذه فيديو بتكلم عن رحلة لقمة، يعني اللقمة مجرد ما تنحط بالتم وين بتمشي. من التم إلى 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 هذه رحلة أخيرة، بس علشان نركز للطلاب الفم، المريء، المعدة 12 والأمعاء الدقيقة. ممكن برضو أنا في النهاية خليه يمشي، إحنا ربطين برضو فلاش ثاني، ممكن أنا برضو أعمل له نوع من التقييم. لاحظوا احنا البرنامج بيتيح لك خاصيه اللي هي انك تعمل كويز للطالب في نهايه الدرس، بدل ما انا اعمل ملخص بالطريقه التقليديه 1 2 3 4، لا تعالوا يا جماعه نشوف وين الطلاب النشيطين واللي ركزوا معنا من غير الطلاب. صل بين المحطه والكذا، المعده، وهذا شيء مجاز، هذا شيء انت بتقدر تعده، بس مجرد انك تصور تطلع المعده. بدك صورة للمعدة مو عارف تجيبها، هلا حنشوف كبسة زر حتجيب صورة للمعدة من جوجل، هلا كل شيء موجود يا جماعة في جوجل. وكذلك حتى ننتهي بتقدر تحط مجموعة يعني من الأسئلة، إذا كانت الإجابة عندك خطأ هو برضو حيحكي لك إنه الإجابة خاطئة، حتى أنت تقدر تحاول مرة أخرى. السؤال اللي وراء، هذا سؤال صح وخطأ، أنت برضو من باب التنويع تقدر تعمل وصل، إملاء فراغ، كل هذه إمكانيات موجودة من ضمن البرنامج كنوع من التقييم للطالب. وطبعا في النهاية بتقدر تجيب علامات الطالب، كل هذه الأمور. طبعا البرنامج فيه مزايا كثير، أنا بس يعني ممكن أنوه على بعض الأمور منها، إنه أنت بكبسة زر، لاحظوا ممكن حد يسألني الفيديو كيف دخلته، أقول له بس أنا بكبس على كبسة واحدة اللي هي إنسيرت للميديا، إدخال الميديا. انت الميديا ممكن تجيبها من اي مكان انت بدك اياها، بس مجرد انها تكون عندك على الكمبيوتر، اي مكان مخزنها على الديسكتوب، على السي، على الدي. طيب مش مخزن انت ماده، تعالوا مع بعض نحضر مثلا صفحه، نجيب صوره، لو رجعنا داخل البرنامج نجيب صفحه جديده، هذه صفحه فاضيه عشان ما تقول اوه هذا شغال 10 ساعات وهو شغال في الدرس تبعه، بده اياني في كل درس انا احضره اشتغل 10 ساعات، لا ولا بدك 10 ساعات ولا شيء. عندك تطبيقات ويب، بس شابك انت على النت، نفتح مع بعض جوجل، بدي أدخل صورة مثلاً، عن إيش بتكون ندخل صورة؟ إيش بتفكر؟ ها تعطينا إشي خلينا ندخل صورة عنه، عن القلب، بس نكتب مع بعض القلب. انتر،
بتقدر تطلع الكيبورد من البرنامج موجود، بس يعني بتقدر تنوع. انتر القلب انتر، بس استنى شوي، اذا النت عندك سريع مش هتستنى شوي كمان. جيب لك صور على النت جوجل، عجبتك الصورة هاي مثلا، بس خلينا اعمل لها ادخال. هاي الصور من وين جبناها؟ صور جوجل. بس بدل ما انت تطلع على جوجل وتصير تدور وهي صورة مناسبة صورة مش مناسبة، بس دخل الصورة ودخل الصورة اللي انت بدك اياها، بس دراج اند دروب بطريقة ممتازة مناسبة. نفس الاشي بدك قطعة تشرح نص مثلا يشرح عن عملية الهضم، مش لاقي بالكتاب، او بدك شيء جديد بدك تنمي، عندك ويكيبيديا، عندك اليوتيوب للفيديو، وتدخل الفيديو من اليوتيوب دايركت وتخليه بحصتك. بجوز ياخذ منك تحضير الدرس بجوز 10 دقائق اذا انت عارف بالضبط شو اللي بدك تشرحه. واغلبنا بتكون ايش، انت اصلا الدرس محضر، او اغلب المعلمين اللي بيشتغلوا معنا. العمليه ان شاء الله انها تفضل عربي وانجليزي. طبعا احنا الان البرنامج هذا بالواجهه العربيه، وعشان تكونوا بالصوره برنامج كتاب من ميزاته هو برنامج عربي مش معرب. يعني احنا البرنامج الناس اللي اشتغلوا البرنامج هو ناس عرب بالاردن موجودين، فالبرنامج عربي مش معربينه. وهتلاقي في مجموعه من الشغلات مثلا منها كادخال نص، لو انا بدي اعمل ادخال للنص، خلوني اجيب صفحه جديده افضل. لو انا بدي ادخل مثلا نص، هتلاحظ في عندك ايش هون اسمه خطوط عربيه اثرائيه، يعني شيء مميز للغه العربيه. طبعا موجوده الان. انت انا ما بتكلم الماده، كل المواد اللي انا عرضت لكم اياها هي فعليا مش مخزنه في السبوره، هي فعليا موجوده على الانترنت، موجوده معاك على فلاش. لما احنا عملنا الجوجل هاي صور، بس انا شابك على الانترنت بس كتبت القلب، جاب لي كل الصور اللي موجوده في الانترنت وبتدور 5 دقائق انت ممكن تنتهي من الدرس. طبعا انا يعني احنا الان يعني مش بصدد نعمل ورشه تدريبيه، احنا البرنامج هذا بنعمل عليه ورشه تدريبيه كامله 4 ساعات، ناخذ فيها مقدمه كيف نبلش بالاستخدام. كل ما المعلم مارس، اذا بنرجع لدراسه ميرزانو، كل ما المعلم مارس صار الحصه الدرس، اول درس صار بياخذ معاه 2 ساعات 3 ساعات، الدرس اللي وراه بياخذ معاه ساعه، الدرس اللي وراه بصير بربع ساعه. انا شفت معلمين ربع ساعه بيكون محضر الدرس تبعه بالكامل، بالصور بالفلاش بالفيديو، بس العمليه بدها ايش؟ بدها ممارسه. وهذا هو المفتاح، تدريب بالبدايه وبعدين ممارسه. احنا بندرب ترى ناس كثير، وحتى من الناس اللي مدربهم مش الكل، قد ما انا لو قعدت معك 10 ساعات، احنا عندنا دوره متخصصه مدتها 10 ساعات، لو قعدت 10 ساعات مع المعلم او مع المستخدم، هل في النهايه حقدر انا اعطيه النيت تبعته، الحاجه تبعته؟ في النهايه معلم الرياضيات هو، انو اشطر بالرياضيات انا ولا هو؟ لا هو طبعا، هو اشطر مني، هو معلم الرياضيات، هو زلمه دكتور في الجامعه الرياضيات، حكون انا اشطر منه؟ ما حكون اشطر منه، انا حورجيك كيف يستخدم هذه الادوات. بعدين هو بده ممارسه حتى نوصل احنا لبنية. احنا بس حنفتح مجال للاسئله، في حدا عنده استفسار بسيط؟ طبعا البرنامج احنا يعني بجوز تطرقنا في الدرس بجوز ل 10 او 15 فيتشر في البرنامج، البرنامج فيه اكثر من 300 ميزه، ما يعني بجوز مش الوقت انه يعني ندخلها. اي حدا ممكن يفوت على كتابتك او يتواصل معنا من خلال البروشور الارقام، احنا جاهزين ان شاء الله. وموجود برا ستاند، ممكن يعني شباب حيكونوا واقفين عنده، اذا في حدا عنده سؤال خاص او بده يورجيه شغله بالاخص ممكن احنا ان شاء الله جاهزين. تفضل استاذ. هلا البرنامج هذا احنا في البدايه مشغلينه على سبورتنا، لكن هو في النهايه برنامج ممكن يشتغل على اي سبوره. ايوه ممكن يشتغل على اي سبوره البرنامج. الان احنا مثلا حتلاحظوا في المعرض ابسون، في بروجيكترات ابسون الانتر اكتيف بروجيكتر، هتلاقي البرنامج احنا حاطينه عندهم. في شاب حيكون بيعرض نفس البرنامج هذا على بروجيكتر ثاني مش على لوحنا، حتى ما عندنا مشكله في الموضوع. على اي سبوره انت بدك اياها. صحيح. تفضل استاذ. عن العكس السبورات القديمه، ما ادري ايش الفرق بينها، هناك فرق فارق كل يعني انا لا فيك زي الكمبيوتر مثلا، احنا بنتكلم اذا بدي اتكلم عن كمبيوتر قبل 2 سنين صار في فرق بين الكمبيوترات اللي الان موجوده. في السبوره التفاعليه ما بدي اقول لك انه كل سنه او 2 سنين في سبورات جديده، لكن في النهايه التطوير دائم. يعني احنا مثلا شركه كتاب مثلا هذا سبوره لمس، في قبل سنة كان عندنا لمس لكن نوع تاني غير هذا، ما بقدر أقول لك هذاك مش كويس، لكن بقدر أقول لك إنه في بعض الشغلات في هذاك طورناها وصار في عندنا المنتج التاني. ما بحكي لك تكب هذاك، لكن ممكن تستخدم الاثنين. طبعا طبعا البرنامج أوتوماتيك أبديت، لو أنت عندك البرنامج هذا
الشباب الآن شغالين، هذه نسخة تجريبية لأنه البرنامج هذا فيرجن 4 جديدة النسخة هذه، بس أنا بعمل تحديث بيتحدث تلقائيا. الهاردوير عاد هذا حسب الاتفاق يعني، يعني الأسعار زي ما حكينا ممكن يعني أنا مش جايين بصراحة، ماني مو بيع عايل الأستاذ وجاهد يعني مدير الشركة موجود أكيد لا تحكي. أيوة في إحنا السبورات النوع اللي موجود بالقاعات الأخرى ركبين في 2000 سبورة بالإدارات كاملة في المدارس عن طريق الوزارة، مدارس حكومية وفي مدارس خاصة كتير وجامعات حكومي وخاص موجود. أيوة إذا أنت رابط كمبيوترك طبعا مباشرة بتقدر تطبع، لا بدون لا لا بس ممكن برنامجنا يشتغل مع الإي بي، يعني احنا في النهاية نشتغل على الزبدة اكتر. الان يعني في عنا ورشة يا جماعة يوم بعد بكرة حتكون دور مواقع التواصل الاجتماعي، وحنتكلم عن شيء اسمه دردسة. دردسة كلياتنا بنعرف الفيسبوك وكل اولادنا عندهم اكاونت على الفيسبوك. احنا في عنا اشي الان رايحين نطلق ان شاء الله في المعرض مش بكرة بعد بكرة، الورشة حتكون من الساعة 4 من 5 الى 6 حتكون بعنوان دردسة. هو اول موقع تواصل عربي بيمكن الطالب والمعلم انه يتشاركوا بالمعلومات والبيانات وبرضه الطلاب، وحتكون عن دور مواقع التواصل الاجتماعي حيعطيها مدير تطوير الاعمال يعني بنفس المكان هون من 5 ل 6 ان شاء الله. إيه انا يعني معلش الساعه صارت 12 بدنا اني في اخ عنده سؤال اخر سؤال تفضل استاذ. هذا قابل للتحديث في هذه الآيلة، في النهاية البرنامج إلنا أي شيء إحنا ممكن نعمل لأي برنامج أنت بدك. يعطيكم العافية يعني الأسماء أوه.